أول صورة معانا الفنان الراحل محمود عبد العزيز، استقبلتي إزاي خبر وفاته؟ الله يرحمه ويحسن إليه. لا بجد محمود عبد العزيز من الفنانين اللي أثروا في الواحد فعلا، أثروا فيا قوي، وفاته فعلا أثرت فيا جدا. الفنان ده فنان عظيم ووطني قوي، وأثر الفن بأعمال عظيمة جدا، أعمال وطنية، هو كمان كانت روحه فيها الوطنية. يعني أذكر أنه من آخر كلمات قالها أو حاجات، يعني كان من ضمن الحاجات اللي كان بيقولها، يعني كان دايما يقول خلوا بالكم من مصر. ده صحيح. محمود عبد العزيز فعلا خسارة كبيرة، بس ما يغلاش على خلقه يعني. أكيد.